عامل أن اقتضيا في اسم عمل، قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واخترع عكس غيرهم ذا أسرة، وأعمل المهمل في ضميرنا، تنازعه والتزم ما التزم، كي يحسنان ويسيء ابناك، وقد برى واعتديا عبداك، ولا تجئ مع أول قد أهمل، بمهمل لغير فإن أهل، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وآخره إن يكن هو الخبر، وأظهر إن يكن ضمير خبر، لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظن أن أخا زيد وعمرا أخر يصبر. حقيقة التنازع أن يتقدم عاملان ويتأخر عنهما معمول كل مما يطلبه. وهل من أقول إن عاملان اقتضيا أي طلبا باسم عمل قبله هما واقعان قبله، بل عمل لأحدهما. وأهل البصرة قالوا الثاني أولى لأنه أقرب، وأهل الكوفة قالوا الأول أولى لأنه المتقدم، لكن أجازه الكوفة يعمل الأول والثاني، وأجازه البصرة يعمل الأول والثاني، لا فرق بينهم، الفرق في أيهما أفضل. مثال تنازع الفلين قول الله عز وجل آتوني، وفرق عليه قطرة، آتوني تنصب مفعولين، الياء مفعولها الأول، تطلب قطرة مفعولا ثانيا، وفرق تطلب قطرة مفعولا. لا بد أن يكون بين المتنازعين نوع علاقة، إما بعطف نحو حضر حضر وناما أخواك عطف، أو أن يكون الثاني معمولا للأول كقول الله عز وجل وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وإنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحدا، ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وقع التنازع بينهما لأن الثاني معمول للأول، وإنهم ظنوا كما ظننتم، كما ظننتم معمول لظنوا، أو أن يكون الثاني جوابا للأول، جواب السؤال وجواب شرط. قال سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، التقدير والله أعلم، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، أو أن يكون شرط من الأول آتوني أو في غالي قطر، آتوني إن تؤتوني أو في غالي قطر. مثال التنازع بين فعلين تقدم، ومثال التنازع بين اسمين قول الشاعر عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، مغيثا تريد من أجرته منصوبا، مغنيا تريد منصوبا من أجرته منصوبا، وقع التنازع بينهم، يقع التنازع بين اسم وفعل كقول الله عز وجل ها أمو قرأوا كتابية، ها اسم فعل وقرأوا فعل، كذلك قال الآخر قال لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنكر عن الضرب مسمعا، التقدير لقيت مسمعا فلم أنكر عن الضرب مسمعا، واضح هذا؟ إذا العامل الذي أهملته أعطيه الضمير، العامل الذي أهملته تعطيه الضمير، تقول حضر ونام أخواك، أخواك ضميره يلف، وتقول حضر ونام أخواك، الذي في نام يناسب أخويك، أنا أقول وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم التزم، التزم التزم أن يكون الضمير موافقا للظاهر، تقول حضروا ونام إخوتك، الواو في حضر يطابق إخوتك، وتقول حضر ونام أخواك، الألف يطابق أخويك، حضرنا 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 ونامت أخواتك، حضر أن أنت تطابق أخواتك، أنا أقول والتزم التزم. هذا نوع. النوع الثاني من الالتزام أنك تضمر المهمل حتى لو كان متقدما، الأصل أن الضمير لا يعود إلا على متقدم لا على متأخر، إذا قلت حضروا ونام إخوتك الواو في حضروا عاد على إخوتك، لكنه لا سبيل أحد به، هذا فاعل عمدة ليس مفعولا ولا مجرورا، الفاعل عمدة ونائب الفاعل عمدة والمبتدا عمدة والخبر عمدة، العمدة لا تحذفه إذا لتليم. أنا أقول والتزم كي يحسنان ويسيء ابناك، أيهما أهمل يحسنان ويسيء ابناك، يحسنان أهمل لأنه خلط ضميرا، وقد بغى واعتديا عبداك بعكسه، قال رحمه الله ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر لغير فإن أهمل، إذا أهملت الأول إذا أهملت العامل الأول وكان مطلوبه منصوبا أو مجرورا ليس مؤهلا للرفع أهلا وأهلا بمعنى واحد، إذا أهملت الأول وكان مؤهلا لغير مرفوع وهو المنصوب والمجرور أحذفه، فتقول تقول أكرمت وأكرمني خالد، أكرمت تريد خالدا مفعولا به، أكرمني تريده فاعل، أكرمت فعله فاعل، خالدا مفعوله،
أكرمني فعل ومفعول، تريد خالدا فاعلا، رفعنا خالدا، معنى هذا أن الثاني أخذه، ومعنى هذا أن الأول أهمل. القياس أن أقول أكرمته لكنه عائد على متأخر، وهو بنفسه ليس مهما، هو مفعول به، هو فضلا، قال احذفه. أنا أقول ولا تجيء مع أول عامل أول قد أهملا بمضمر بضمير موحد لغير الرفع وهو النصب والجر. ومثال الجر مررت، ومر بي محمود، مررت تريد بمحمود، مر بي تريد محمود، مر بي محمود، أتينا بمحمود مرفوعا، معنى هذا أن الثاني أخذه، ومعنى هذا أن الأول حذف. والقياس أن أقول مررت به لكنه فيه عود الضمير على متأخر في اللفظ، على متأخر، والضمير ليس مهما، فنحذف ونقول مررت ومر بي محمود، بخلاف ما لو كان المضمر مؤهلا للرفع لا يجوز حذفه. كلام الثلاث، كلام الثلاث، وهو قوله قد بغى واعتديا كيحسنان ويسري ابناك، يحسنان الضمير فيه عائد على ابناك وهو متأخر، ولكن الضمير لا يجوز حذفه لأنه فاعل عمدة. أنا أقول ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر لا يرفعه إلى وضع هذا، ما أعمل بالمال؟ قال بالحذف أول سمي يكون غير خبر، هذا ليس خبرا، وإذا كان خبرا قال يتبه متأخر، الخبر هو المفعول الثاني لظن وهو خبر كان لا غير، الخبر هو ما هو خبر كان منصوب كان أو المنصوب الثاني لظن، فتقول في كان قلت وكان خالد صديقا، كنت كان خالد صديقا لا تريد شيئا، كان خالد صديقا كان واسمها وخبرها، هذه تريد خبرها، التاء اسمها أين خبرها؟ إذا أتيت به هنا منصوب أضمرته متقدما وهو منصوب لا يجوز، وإذا حذفته لا يجوز، لا يجوز حذفه لأنه في أصل خبر، يأتي به متأخرا فتقول إياه. أنا أقول كنت وكان زيد صديقا إياه، واضح؟ أنا أقول بالحذف ألزم أن يكون غير خبر كما في هذا الذنب، وآخرا أن يكون هو خبر، وتقول ظننت أو ظنني ظنني وظننت خالدا صديقا، ظننت خالدا صديقا لا تريد شيئا، ظن خالد التاء فاعلها، وخالدا وصديقا معمولها، بقي عند المعمول الثاني لظن، ظن خالد يا مفعول اولا لا تستطيع ان تاتي به متقدما لانه منصوب، لا يجوز اضماره قبل ذكر، ولا يجوز ان تتجاهله وتحذفه لانه في اصل خبر، اتي به متاخرا وتقول اياه، واضح؟ انا قولي بل حذفه اجزم ان يكون غير خبر، واخيرا ان يكون هو الخبر، يكفيك هذا.